وسط تصاعد الاحداث العسكرية في لبنان، تبرز مؤشرات عن تقدم في محادثات التهدئة وسط جهود دبلوماسية تجمع إسرائيل والولايات المتحدة لبحث إمكانية وقف إطلاق النار، لكن رغم هذه الجهود يلوح في الأفق ميدان متأزم، فالجيش الإسرائيلي وبعد إعلان رئيس هيئة الأركان توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان، يدخل مرحلة ضرب المفاوضات من جهة والتحديات غير المسبوقة على الأرض، سيما مع وجود صعوبات تكتيكية وميدانية في مناطق لبنانية. تلك المعادلة المعقدة تقابل بتصريحات نسفت تقديرات إسرائيلية سابقة حول جاهزية حزب الله العسكرية وقدراته القتالية. فآخر التصريحات من الحزب على لسانه الإعلامي حملت عنصر التوعد والتهديد والكشف عن ترسانة صاروخية متوفرة. تمتلكها عناصر الصفوف الاماميه مع اعلان الاستعداد لحرب طويله على الجبهات كافه تلك التصريحات التي تبعث باشارات وجهها الحزب للجيش الاسرائيلي محذرا اياه من التقدم البري والاخفاق في احتلال اي قريه كما يقول توضع في دائره قراءه الموقف المعقد الذي يقف مع استمرار اسرائيل بالحرب كذلك في وجه محاولات التهدئات والوصول الى اوراق وقف اطلاق النار بشكل قريب او الرجوع الى الحدود الدوليه. وفي الحالتين الاسرائيليه واللبنانيه فان التحذيرات الدوليه تتزايد مع تطورات الميدان التي تهاجم بها تل ابيب اذرع ايران متهمه استمرار دعم طهران لحزب الله. فيما توجه دول تحذيرها من عدم استماع اسرائيل لصوت التهدئه قبل الدخول في صراع اوسع يؤدي الى فشل اي مفاوضات مقبله